أيها الشباب، قبل أكثر من 4 عقود من الزمان كنت أحمل ذات الأحلام أن أساهم في إحداث التغيير في مجتمعاتنا العربية والأفريقية، المجتمعات التي عانت من الفقر، وكما عانى الجيل الذي أنا جزء منه من النقص في التعليم والنقص في الصحة. لكن كان عندي حلم أن أكون واحدة من وصاية التغيير. الآن أنتم الشباب، أنتم الأيادي التي تستطيع أن تحدث الكثير من التحولات في عوالمنا المليئة بالأحداث المحزنة والمليئة بالأحداث التي تعاظم عندنا فكرة الفشل. لا، أنتم قادرون، أنتم أكثر قدرة الآن على عدم قبول فكرة الفشل، عدم قبول مكافحة الإيمان بأن كل شيء ليس كما ينبغي أن يكون. كل شيء يمكن أن يكون كما ينبغي أن ترغبوا فيها أنتم إذا ما تحليتم بالمعرفة، وإذا ما استفدتم من الوسائط العصرية. الراديو هو وسيط عصري، هو مدرسة في قرية، الراديو هو حكومة محلية، الراديو هو قدرات المستقبل. أعول عليكم كثيرا، والجيل الذي نحن فيه ومنظمة اليونسكو بقدر اهتمامها بالتعليم والثقافة والعلوم تهتم بالشباب، لأنكم مستقبل الأمة العربية إن شاء الله. علي مهدي، فنان اليونسكو، للسلام.